أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن قوات بلاده لن تقاتل القوات الروسية في أوكرانيا، وأن التعزيزات الأخيرة كانت داخل حدود الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. وأضاف خلال زيارة إلى إستونيا أن نشر بلاده لقوات في إستونيا ليست أكثر من إجراءات دفاعية. وخلال مؤتمر صحفي لرئيس وزراء بريطانيا ونظيرته الإستونية وأمين عام حلف الناتو، شدد جونسون على أنه يجب الوقوف في وجه الهجوم الروسي على أوكرانيا، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في تقدير حجم المقاومة الأوكرانية. من جانبه أكد أمين عام الناتو أن الحلف سيدافع عن كل أراضي الحلفاء. كذلك أكدت رئيسة وزراء إستونيا على استمرار الدعم لأوكرانيا. The people of Ukraine.